لعب لا خلاص لعبة الأعذار، كل فريق هيطلع واحد بره، كل واحد يحط مفعل اللي جنبه له أعذار، ونتفق على مجموعة أعذار. أنا هبدأ أخاطب الشخص اللي بيجي من ورا والفريق يشرح له كده بال لعبنا أعذار. خمس أعذار ولا بره؟ زكريا خمس أعذار؟ خمس بسيم متخصص أعذار بره يا بسيم. منهم ركزوا في الأعذار يلا بره يا بسيم. شو من اللي قاعد يلعب بالطراطيع؟ اظن ان انا كده بهدوء يا هاني اهو. لا لا بس هذه حركه عيد. لا والله هذه حركه اليوم. لا 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 لا, لا هذه حركه اليوم قبطنا الجايه. اصلا يعني جالي شويه حاجات كده بتقول ان بلاش تعب الاولاد. واحد قال لي البودره ماليه مش عارف ايه. خلاص يا اولاد جاهزين؟ خرج فالح في حاجه اصلا. خرج يا عم عباه. اختفى. راح. خرج ولا اختفى؟ خلاص اكيد علوي. بص مش هيسيبه، لازم يروح لهم. يلا يلا اتفقوا. بسم الله خمس اعذار. يلا خمس اعذار. خمس اعذار ايوه. ركزوا في الاعذار. احنا مالنا كنا نايمين. ايش معنى اعذار؟ كنا نايمين. كنا نايمين. كنت نايم عليه عذر لي هو. تكتبها في النايم. نايم. درجه حراره. درجه الحراره مرتفعه. درجه الحراره مرتفعه. سني عاورني. سنه عايز يخلعه ولا خلعه؟ خلعت سني. خلعت سنه. نزل دم. نزل. انت بتكمل القصه. ايوه انت ايه ده؟ عذر نزل دم. انت تبقى حوار مركب. عذر نايم خلاص. ظهري بيوجعني. نايم. لا انتوا كده بتكملوا اللي كان حالته على السرير. نايم ودرسي وجعني وسخن وخلعت الدرس. انت تبقى مرتب. عايزنا نكذب. اعذار بعيده. اعذار بعيده. نايم. عايزنا نكذب يا زكريا. طيب يا شباب كل يعني خلوا عذر كل عذر في مكان. شادر يقول ما نهزرش. طيب يلا يلا. نايم. نايم. يضحك. يضحك. شادر يقول اصعب. يبكي. لا يا ابراهيم نعمل ايه؟ طيب قول لي. طب يعني يا ابراهيم شباب. مثلا زكريا. مثلا شباب قول انت زكريا واحنا يعني لا يعني مثلا كان نايم. طب نايم خرج اتخبط بعربيه لا قدر الله في الشارع. حادث. خد حقنه في المستشفى غلط. في المستشفى حاجات خرافيه. حاجات كده. حاجات خرافيه. حاجات كده كبيره يعني. فانتازيا. كان نايم. ها ايه جرى له؟ ها اكسيدنت. حادثه. اخذ مغذي. مغذي في هني المستشفى. اخذ ابره. لسه مش فاهم حاجه. اخذ مغذي. هتفهم. استفراغ. لا ايه راح تقدم للجواز. اتقدم. ايه رايكم؟ راح تقدم للجواز. طيب راح تقدم للجواز. ها لقى فوائد. لا لا اتضرب بالنار في الفرح. يمكن اتضرب بالنار في الفرح. لا كلمه واحده. اتضرب بالنار. خلاص اوكي في الفرح. ندهله. يلا ندهله. انا مش فاكر. انتوا فاكرين؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الولد بسيم اتاخر. مش معقول ابقى قاعد عمال اجهز للعبه والولد بسيم اتاخر. بسيم يا اولاد. ابعتوا لنا بسيم يا اولاد. مش معقوله كده. قله حياه. وقال راح فينا بسيم. اعزائي اما بسيم يجي ركز عشان احنا عايزين بسيم نشنجف. بسيم يا اما انت وفين راح فين؟ معايا او مع بوسيم. جبته ابيه. جه الولد اللي اسمه بسيم. تعالى يا ولد اقف لي هنا يا ولد. انت ولد تعالى اقف لي هنا يا ولد. الله بسيم. هنهزر؟ قاعدين كلنا مستنيينك. معلش. ايه اللي اخرك؟ كنت قاعد على السناب شات. ايه اللي اخرك قول لي؟ خلاص لا كنت واقف بره. واحد انا وقفت بره خالص عشان الكنترول كمان الصوت فيه بيبقى واضح. خرجت بره خالص. ها بس ماشي. وبعدين ايه اعذارك علشان الشباب يشرحوا له؟ طيب انتوا مش عارف انتوا رايحين فين يا شباب. هو ما يعرفش. انتوا بتشرحوا له الاعذار عشان يقولها. تعالى اتفضل. هو ايه اللي اخرك؟ خليك فين؟ بيقول له انا واقف العذر الاول. خليك زي ما انت زي ما انت زي ما انت زي ما انت. ايه اللي اخرك يا بسيم؟ العذر الاول. ايه اللي اخرك يا ولا يا بسيم؟ كنت نايم. ايوه كنت نايم. ارد على انا عايز حد يكلمني. ارتجل معايا في ال... في ال... وخليك معاهم. فهمتك. زكريا كنت نايم. بعدين كنت سايق العربيه عملت حادثه. خبر. وبعدين رحت المستشفى علقت محاليل. ايوه. محاليل ليه؟ عشان كنت راح اتجوز. ضربت بالنار في دماغي. الله السلام. اعترض. عشان كده بنصح الناس محدش يتجوز. اعترض. سلام. ايوه اعترض. هو ما قالش كله صح. لا وغير كده هم قالوا ان الحقنه. استنى يا علي. قالوا ان الحقنه غلط. الواد ده لا لا هو قال لي على اقول محليه غزه منها. لا هم يا جدع اصبر. كانوا قايلين ان الحقنه غلط. صح. تعال تعال بس تعال. يا واد اسكت يا ولد. تعال يا علي. تعال يا علي اطلع انت بره. اطلع بره. واضح. اطلع بره يا علي. يلا يا علي عادي. مش يلا يا علي. تعمل له ايه ده؟ يلا اقفل. اطلع بره. كان نايم. اطلع بره يا ولد. كل الالعاب كان نايم. 14 مش عايزين نهزر. مش عايزين نهزر. لا زكريا انت قول لنا. لا ما بهزرش. قولوا حاجات مش مترتبه يا غزي. يلا يا غزي. ماشي. حاجات مش مترتبه. ايوه عادي. صحيت منهم غسلت اسناني وتوضيت. لا 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 بص بص بص. كنت قاعد على سناب شات. كان ماشي في الشارع. كان ماشي في الشارع. وقف بالله. اكد في الشارع.
وقع في بلاعه دي واحد وقع في بلاعه اوكي الونش جه الونش الونش جه انت طلعه من البلاعه الونش ركزوا عشان هيقول الاسماء دي لا مش هيقول لا البتاع العربيه جت شالته ماشي تمام العربيه جت ايه شالته اثنين طلعت عربيه خباز راح الشغل يجيب بلح راح الشغل راح الشغل واتجوز وقعد ينشد واتضرب وقعد ينشد الخمسه وهو بينشد وهو بينشد لا في خمسه استنى وهو بينشد النجفه وقعت عليه ضرب بالنار فالعربيه جت شالت النجفه نفس العربيه كده شوف شوف هي العربيه دي ماشي معانا في كل القصه هنعمل ايه يعني مشي في الشارع وقع في البلاعه وقع في العربيه جت طلعته راح الشغل راح الشغل قعد ينشد النجفه وقعت عليه ابعته لنا علي يا علي ويعرف مش هيعرف ده فجي مش هيعرف فجي ابعته لنا علي يا اولاد اظن هدوء من بعد كده هاني مريحك اهو علي محدش يرجع يقول زكريا بيتعب يا علي يا ابني يا علي مع ان الجمهور بصراحه يعني الجمهور بيتمنى ان اجلدكم مش عارف صراحه مش عارفك انا بقول الجمهور يتمنى اجلدهم اكتبوا في الهاشتاج اكتبوا في الهاشتاج انت تتمنوا ايه كنت فين يا علي الف جيم لام نتمنى تسكت بقى اسكت يلا علي نتمنى تسكت هلا والله يا علي اتاخرت ليه كده يا علي يا ولد هو اللي هيقول فين يا ولد اتاخرت ليه يا علي كنت تمشي في الشارع قاعد يتكلم كلام مفيش كلام لا مفيش كلام كنت تمشي في الشارع ففي حفره طحت وقعت في الخزان فجابوا رافعه طلعوني بالرافعه ايوه بعدين يا حبيبي اتقلت بيلعب غز هتنجح رحت غز قاعد يتكلم لا ما اتكلمش بعد ما طلعوني بالرافعه رحت أيوة. مشيت فين وقعت كتبت ما تقولوش بقى يعني الله كتبت كان كنت في الاستوديو من الاستوديو ايه رحت فين كنت في الاستوديو سجل في عمل ايوه الشغل يعني الشغل لا لا انا واحد طبعا ماشي إيه يلا كم وبعدين بعد ال ايه انا غنيت موال ايوه نسمع اناشيد نسمع في اناشيد الله يا خليك معانا احنا انا كنت انشد ايوه كنت انشد ايوه فطحت على راسي حيطه حيطه طحت على راسي الإضاءة ايه كرين بص طاحت راس الكاميرا طيارة حربية لا مش درون ايه ايه يا ولد اللي طاح على راسك يا ولد يقعد سنة هم اثنين واحد يقول بكرة نكمل تايم ولا يا شباب طاح على راس ايش بقه بيلعب تايم مطرت فطاح كمل مطرت مين يا شيء. فضل علي فضل علي تعالى هنا حبيبي على راسك انا بقى اقولها له من غير ما ياخد اهو خلاص بليز لحظه نعم ممكن شيء نفس الموضوع بس يشرحوا لي اياه بنشوف الغباء عندي ولا عندي لا ولا عندهم غباء ايش راح النجفه يا ياسين انتوا عندكم اسمها ايه نجفه شو معنى نجفه شو معنى دي الاناره يبقى سم مش هيقول ما هو مش عارف النجفه مش عارف يا حبيبي هو قال الاضاءه النجفه اللي تيجي لحالها السينه السينه اللي تيجي في المجالس لحالها كده ذهبيه منوره صفراء ليره صفراء كلها كريستال ايوه احنا ما نقولش نجفه وفي منها نحاس الفله اللي فوق نقولوا عليها ثريا ثريا ما تحسبش طب تعالى ثريا جنبي هنا الله يخليك طب عايز على حاجه حتى انت ما ذكرتهاش حتى لو كانت بتقولوا عليها كده لا لان هم ما اتكلموش هم وصفوا فقط يعني لو انا كنت عملت لك كده مثلا كانش هيفهمها بالضبط كنت هنفهمها والله العظيم ده لو وقفت وعملت كده بره يا ابني انت قلت ثريا لا نفهش حاجه علي ولا فاهم يعني النجفه كنا احنا قلنا انا ساكت شباب في شباب عايزين خمس اعذار مين اللي قال ابراهيم بص ده حبيبك بقى عايزين خمس اعذار ياد يا باسيل يودوه ورا نرجع الحلقه الملابس بتاعتي عند المكوى ابراهيم كنت فين يا ابراهيم الملابس بتاعتي كانت عند المكواجي تمام رحت للمكواجي اقول له فين ال انت ما تقولش الارتجال ايه لقيته قافل رحت لقيته قافل ما انتوا كده بترتبوا الاحداث قعدت في الشارع قعدت في الشارع دي صعبه كده الناس قعدت تدينا حاجه لله افتكروني شحات تمام رحت اخدت الفلوس ورحت اشتريت لبس جديد
وطنشت ورحت الفرح بتاع بسيم ورحت فرح بسيم واتضربت بالنار دخلوا لنا ابراهيم تعالى لا انت فاكر اللي احنا قلناه لا ولا انا ايوه المكوه اجازه النهارده تعالى يا ولد ابراهيم واقف هنا جنب سمير يا ولد تعالى ابراهيم حاضر يا بابا تعالى يا ولد ابراهيم ركز معقوله كده قاعد مستني حاضر يا بابا حاضر يا حنان يا بابا شوف ترى متفاعلين معك احنا اوف واقفين وده يلا ابراهيم الا اخرك يا ولد يا ابراهيم ها رحت المكوجي كويت ملابسي دولاب الملابس المغسلة رحت المغسلة المحل حق المغسلة ايوه انتظرت ما في اي فائدة انا مزهرية عندك قول يا ابني لقيت المغسلة مقفلة يا دي كده مقفلة عندهم كده مقفلة ما انتوا كده احنا عندنا كده يختلف البيبان على حسب الدول كلام مش عايزين كلام اقعد اقعد يا اولاد اقعد كم مقال بص بص رحت في سبيل ايه لسبيل الله اعطيني قابلت مسكين انت اللي قابلته لا هو قابلني هو بص احنا اللي بنشرح انا عندي عين واحده افرجهم كده لا لا افرجهم يا ابني واحده هنا واحده هنا ودنك معاه وعينك معاه هذا يتكلم صح هذا يتكلم اسمع باذنك وناظرنا هذا يتكلم اسمع باذنك وناظرنا انا بناظركم انا اناظركم كيف في وقتها يا زكريا انا مسكين رحت عند المغسله لقيتها مقفله وانا مسكين ما عندي فلوس اعطيت نفسي صدقه انت اللي اعطيت نفسك جاء واحد مسكين واعطاني ومشيت ومشيت ولقيت فلوس وصرت غني صرت غني ملياردير من يوم سبحان الله بتسول من يوم باذن الله واشتريت لبس حلو واشتريت لبس حلو وصرت ومشيت قابلت بصير تأشر على ايش مبروك مبروك نجح من نجح ما عندهمش ما عندهمش قعد انت هني بكره سيب هني بكره اشتريت خاتم فلاح طبعا اشتريت انا اشتريت خاتم مت في الفرح بس مات في الفرح وهو يسوق هاني مين يموت يعني احنا الاثنين وانت يا اخي روح فرح بسيم روح فرح بسيم اللي مات في الفريق انت ايه شغلش دماغ ساعه شغل دماغك ساعه لو سمحت ممكن واحد صلي على الحبيب اعترض بعد صلي على الحبيب ايش معنى هم بعد اذنك صراحه فريقنا يفوز صراحه دقيقه صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام هاني مقبل تحت في الارض يسوي كذا وهذا يمثل دور انا الان اتكلم على اللي قاعد يتبرع لا اتكلم ولا المتبرع لا اتكلم انا اقول لك انت وانت طالع فيه طالع فيه هنا وهذا يمثل بنمثل لك المشهد يعطيني فلوس انا اقول لك انا انت الشحات انا شحات صل على النبي انت شحات انا اروح من حياتي صل على النبي انا عايز ابوظه صل على النبي جايب لنا المشاكل والكلام في كل حته خلاص بقى ليش يا ابني بقولك باستبعاد ابراهيم على طول لا 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 بره حلقه اطلع بره يا شباب اطلع بره باظت بره رقابا للنقيب حنلعب صلح يلا ابراهيم لا لا طب بعد درغز بعد درغز زكريا يلا انا عندي اعتراض انت تلعب انا دلوقتي انا عايز افهم حاجه واحده من النقيب هم قالوا له هاني هنا عمل له كده قال له انا مسكين مش هنا بقى المشكله قال له في واحد مسكين عدى عليا اداني ايوه عايز ايه انت مننا انت بقى رحت معلي قلت له بقيت مليونير من يوم انا عايز اعرف فين المكان اللي قاعد فيه ما يقول لك هو بقيت ملياردير من يوم عايز اروح خمس حاجات يلا يا قائد يا كبير يلا خمس حاجات ما تتكلمش بقى خمس حاجات عشان الذكاء دليل ناس خمس حاجات يا بسرعه عشان لا انا مش شغال عندك خمس حاجات على مقايل ساعه يلا استنى يا عم ده بيامرني بسرعه يلا يلا يا اخي صل على الحبيب يلا يا ابني ايش هذا خمس حاجات يا ابني شوف كنت شوف كنت بصلي كنت بصلي وبعد ما اصلي جالي تليفون ابني اتخطف يلا حلو ابني اتخطف ابني خطف كيف حتسحب ابنه هو يا جدع خطف يعني يلا ها والله انا بكلم نفسي يلا ها كنت بصلي جالي تليفون ابنه هو كان بيصلي جاله تليفون ابنه اتخطف ابنه اتخطف
برافو يا سمير. ايوه اتخطف احداث خلاص احداث احداث اهي ابنه راح الاحداث يعني ابنه اتخطف تمام العصابه العصابه انا مكاني ايه في الموضوع هتشرح لي يلا لا انا لازم اشارك طب يلا شارك شارك يلا يا شباب خطف هتشرحها لها ازاي انت مالك بدي انت هي دي الازمه دي الازمه مفيش هيفهمها لا هيفهمها ان شاء الله كنت بصلي رن تليفون حلو بعد ابنه اتخطف ها انا هسكت يلا يا سمير ابنه اتخطف ها ابنه اتخطف ايوه اللي بعدها حلاوتها كده العصابه العصابه طالبين مني فديه طالبين فلوس ماشي حلو اعمل ايه اسوي ايه لا اعمل دي مش في الها يلا كمل اعمل ايه اسوي يلا. ايه يعني كده كحيره يعني اعتراضيه ماشي ماشي حلو كمل بقى معايا وانا بكلم نفسي انا مش واقف قدام المرايه انا ما كنت بصلي لا عنا كده جالي كنت بصلي جالي تليفون ابني اتخطف العصابه عايزه فلوس اعمل ايه العصابه عايزه فلوس وانا مش معايا لا 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 مش لا. مش هي كده خلاص العصابه عايزه فلوس عايزه فلوس ها عايزه فلوس رحت سارق رحت سارق رحت سارق راح جاي علي. البوليس قابض عليا ابعتوا لي غزي ابعتوا له غزي 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 ابعتوا له غزي انا عارف ايش احساسي نفس الشيشه غزازي ما شاركش من الهاتف الداعي تعال يا غزلو اقف هنا ايه الاخ خد تعالى قول انت اول الغزي ابن الغزازي السؤال الاول السؤال الاول شوف يا غزي ركز ثواني يا حبيبي ثواني معايا ثواني السؤال الاول ليه خرجت التيشيرت من البنطلون ليه خرجت التيشيرت من البنطلون من باب التغيير من باب التغيير فقط فقط لا غير فقط مش حاجه ثانيه كاركتر اوكي كاركتر في من باب التغيير هو فاهم انا اقصد من باب التغيير ربنا يكرمك الا اخرك يا غزي نعم الا اخرك والله يعني بص يعني انا مش عايز اكذب عليك كنت بصلي كنت بصلي كنت أيوة. بصلي أو لازم اصلي الناس كلها لازم تصلي ايوه صح لازم اصلي لازم اصلي وانا بصلي التليفون رن التليفون رن اللي جنبي قال سبحان الله انا سبتك تشارك يلا يا جماعه نجحوا الفقره يا اولاد مش كده التليفون رن وانا بصلي لما ارد ازاي وانا بصلي بعد الصلاة يعني نجح فترة سبت الصلاة ورديت لا كنت بتصلي خلاص ده حاجة حاجة من ضمن الحاجات خلصنا غبي استنى جهز نفسك يا غزي جهز نفسك يلا شوف شوف خلصت الصلاة أنا وأنا صغير وأنا مش وأنا صغير أخويا خالد وهو صغير مين أنا وأنا صغير لا حمزة وأحمد حمزة وأحمد ما تتكلم حمزة وأحمد اتكلم مفيش كلام يا بابا حمزه واحمد خطفوا مني التليفون وانا بتكلم في التليفون ما دي خطفوا مني التليفون يا ابني قوم يا ابني خطفوا مني التليفون بص انا عارف عاجل غزي غزي انا فاهم ان في بتنجان انا كنت بصلي جالي تليفون وكل شويه بيصلي وطلع من من, من من ابني بعد الصلاه من احمد مش احمد حمزه سفيان ما كل ما عنديش حد تاني ابويا وهو صغير ابوه كان بيحارب شوف استنى بس ها اهو انا كنت بصلي هو اللي اخترعها طيب انا عارف انك مش هتفهم ماشي انا كنت بصلي 3 شهور مع بعض انت صح انا اسف 3 شهور مع بعض طيب بص خليها واحده واحده ركز انا شبه ركز بص اللي هيشرحها لك اهو انا كنت بصلي جالي تليفون الو مين ابني تايه ابني الصغير خطفوه ابني الصغير خطفوه الحمد لله على السلامه يا حبيبي خطفوه قعدت ادور عليه هو فين يا ترى هو فين كلموني كلموني عايزين فديه اللي بنسميها فديه وانا ما عنديش انت عارف انا مسكين ما عنديش فلوس قمت سرقت ظابط سرقت ظابط ايه يا عم سرقت ظابط مره انت هتنصب يعني ما بتعرفش اهو لحظه استنى ادوني فرصتها عشان انتوا موطريني موطريني جامد قول 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 انت فاهم استنى بس انا فاهمك سرقت ضابط سرقت ما تقوليش بقى كده ما تعمليش كده انا كده سرقت ضابط سرقت تاني استنى ماشي سرقت تاني ماشي هو عايز يسوق ابو حرامي سرقت طلعت الهليكوبتر الضابط خدني لبشني يا عم قال لك طلعت الهليكوبتر بتكمل ايه اقعد اقعد غزي لا ما والله وصل والله وصل انا بس خدوني كلبشوني قبضوا عليا الضابط قبض عليا برافو اقعد بقى خلاص كده معلش يعني الحمد لله على السلامه هليكوبتر مين